وفي السياق، قال رئيس جامعة ذي قار يحيى الخفاجي إن الإقبال الواسع على أخذ جرعات اللقاح شجع على استئناف الدراسة، مشيرا إلى فتح مراكز للتطعيم داخل الجامعة. العام الجديد ابتدأناه إن شاء الله على الخير والبركة، نتأمل إن شاء الله الأمور والظروف تكون أحسن بفضل التوجه الواسع للتلقيح ضد المرض الكورونا والتوجيهات المركزية من رئاسة الوزراء ومن وزارتنا الموقرة لكل الجامعات وأيضا دوائر الدولة الأخرى بأن اعتماد بطاقة التلقيح لمن يحق لهم أو لمن يمكن لهم التلقيح أو فحص البي سي آر لغير المشمولين باللقاحات. وفتحنا منافذ للتلقيح في المركز الصحي في الجامعة، وكذلك منفذ آخر فتحناه في كلية التربية الإنسانية بتعاون كبير مع دائرة الصحة ذي قار، مشكورين، كانت استجابتهم سريعة.